محمد الرسيم من أشهر فنانين الجزائر، تخصص في فن المنمنمات. المنمنمات رسومات صغيرة ودقيقة كانوا يزينوا الكتب تاع بكري. المنمنمات المعروفة أكثرهم تاع الفرس والهند. ومحمد الرسيم اللي عاود حيا هذا الفن القديم. محمد الرسيم انزاد عام 1896 في القصبة في عائلة فنانين. باباه، عمه وأخوه الكبير كانوا يرسموا وينقشوا على الحطب، معروفين في العاصمة. عليها هاد العائلة كانت اسمها رسيم. محمد الرسيم من صغره ظهر عنده موهبة ومهارة عجيبة، إما لا دخل يقرأ الفنون وطور تقنيته، ولا معروف بالدقة والصبر وبجمال فنه وحسن اختياره للوانات. وكي لحق 20 سنة في عمره بدأ يخدم ويدير الرسومات تاع كتب غالية ونادرة. قعد هكذا يخدم عدة سنين، خاصة في باريس وفي بلدان أخرى وين كان الفن ديالو مطلوب بزاف. سافر وراح لغرناطة، القاهرة، روما، فيينا وستوكهولم، وقدر هكذا يزور أكبر متاحف العالم. في عام 1934 محمد الرسيم قفل 38 سنة، حبس الخدمة في الخارج وولى للجزائر باش يقضي الفنون في العاصمة. وكان في هذا الوقت محمد الرسيم أكبر معلم تاع فن المنمنمات في العالم، وعيطوا له حتى في الهند باش يروح يخدم لتم، بصح رفض وقعد في الجزائر وين كون جيل جديد تاع الفنانين. محمد الرسيم كان يدافع على الهوية الجزائرية، وبالفن ديالو كان يخرج جمال وأناقة التراث والحياة اليومية في البهجة، ورسم على تاريخ البلاد ورجالها. محمد الرسيم ناضل تاني بزاف لحماية القصبة اللي كان وليدها ويعرفها ويحبها. توفى محمد الرسيم وزوجة ديالو في ألجي عام 1975، مقتول في جريمة أليمة وغامضة ما قدروش يوضحوها لليوم. محمد الرسيم مازال يعتبر كأكبر فنان المنمنمات تاع القرن العشرين، واسمه مشهور في العالم كله. يقعدوا هاد الفنانين في قلوبنا غاليين، ونشهدوا لهم بكل ما هو زين. نلقاكم غدوة في حكاية زمان، وما نحبوش هاد الحكايات يكونوا مخبيين.